بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر الإسوارز الحقيقة على دعوتنا المشاركة، وأيز لاكي الحقيقة أن أنا أكون موجود مع حضراتكم النهاردة في الكينوت ليكتشر دي وفي البانل اللي بعدها، السيمبوزيوم اللي بعدها بتاع البريسبايوبيا. والحقيقة النهاردة حيمتعنا الأستاذ دكتور طارق النجار، أستاذ طب وجراحة العيون في معهد بحوث أمراض العيون. الدكتور طارق الحقيقة من البايونيرز في الريفراكتيف سيرجري على مستوى مصر كلها، وكان لي الشرف أن أنا أكون موجود معاه كتير قبل كده. وهو الحقيقة النهاردة بيكلمنا في حاجة very interesting، حاولت حتى أعرف هو هيكلم على إيه، ما عرفتش. فهو هيكلمنا عن الريفراكتيف سيرجري. احنا كلنا عارفين أن الفترة اللي فاتت دي كان يعني يمكن السنة بتاعت الكوفيد دي ما شفناش جديد في الريفراكتيف سيرجري. فهو النهاردة الدكتور طارق واخد التشالنج ان هو يقول لنا where we are heading، احنا رايحين على فين في الريفراكتيف سيرجري. فwe are all interested الحقيقة ان احنا نسمع الدكتور طارق. فتفضل دكتور طارق. السلام عليكم. اولا قبل اي حاجة احب اشكر السوارس كلهم جميعا والدكتور حاتم على الدعوة الجميلة دي. شرف كبير ليا ان انا اقدم السيشن بتاعت السوارس ليكتشر دي، ونشكرهم اصلا الاول على التنظيم الجميل للمؤتمر ده بعد فتره طويله، ان احنا ما كانش عندنا اي ميتينجز وما شفناش بعض، فدي كانت فرصه جميله ان احنا نشوف بعض. ده شكلنا كلنا واحنا بنعمل زوم ميتينج في البيت. الحمد لله هنبتدي نخلص من الاوتفيت ده ونبتدي نرجع تاني للبدل والكرافتات الحقيقيه. البرزنتيشن النهارده هتتكلم فعلا عن الريفراكتيف سيرجري، وات ار وي هيدنج فور. هنتكلم عن الحاجات التقليديه اللي احنا دايما بنقول عليها تقليديه، اللي هي السيرفيس ابليشن. سيرفيس ابليشن كلنا عارفين البي ار كي، ان هو الاولد تكنيك ان احنا نريموف الابيثيليوم مانيوالي، ويذر بقى ببليد او سباتولا او هوكي نايف. ده فيديو سريع كده بيورينا البي ار كي. في ناس بتعمل ماركينج، ناس ما بتعملش. المهم ان انا بحب استخدم سباتولا، دلوقتي بستخدم هوكي نايف اكتر من اي حاجه. احنا بنريموف الابيثيليوم، بعد ما بنريموف الابيثيليوم بنلاقي ان الليزر سريع جدا دلوقتي، ما بقاش بياخد وقت زي زمان، وده بيفرق كتير قوي في الهيز فورميشن والحاجات اللي احنا لسه هنتكلم عليها. بعد كده بنستخدم مايتومايسين، وده بريك ثرو في السيرفيس ابليشن ان جنرال، لانه غير لنا تفكيرنا ورجعنا تاني باك تو سيرفيس. قبل كده كنا بنبقى خايفين جدا من ان احنا نصلح مقاسات عاليه او ان احنا نعمل يعني اهم حاجه ان احنا لازم نغسل المايتومايسين كويس. انا عن نفسي بستخدم الكورنيال شيلد سبونج، دي يمكن مش موجوده كتير في مصر، ولكن هي احسن حاجه في الدليفري سيستم للموضوع ده. في براشز مش بوبولار قوي علشان الكوست بتاعها. في نيو ميثودز دلوقتي اللي موجوده، اللي هي الليزر ريموفال وبيسيليوم، ويذر ترانس بي ار كي باي جفند او الستريم لايت اللي احنا بنستخدمه في الويف لايت. الاثنين تكنيكس هايلين بصراحه، انا استخدمتهم الاثنين تكنيكس دول، فوائدهم كتيره. الابيليزك متهيألي محدش بقى يستخدم ابيليزك اني مور. اللازيك اللي بنستخدم فيه الكحول اسيستد، في بعض الناس بتحبه، ولو ان التوكسيستي اللي بتحصل للستيم سيلز والبين اللي ممكن يبقى اكزاجيريتد عشان نيرف اندنجز بتاعتنا ممكن يبقى مشكله. الترانس بي ار كي ميزته ان احنا بنشيل الاثنين في نفس الوقت، ابسيليوم وريفراكشن. في مثلا فور اكزامبل في الجفند امارس بنبص نلاقي ان احنا بنشيل 55 مايكرون ابيثيليوم في السنتر و65 في البريفرال. ده بيزد اون ريجريشن اناليسيس لالوت اوف بيشنتس وقاسوا الابيثيليوم بروفايل. دلوقتي بقينا نقدر لو عندنا وسيله كويسه لقياس الثيكنس بتاع الابيثيليوم ان احنا نقدر نريموف الابيثيليوم زي ما احنا عايزين. الفرق ما بين ترانس بي ار كي بتاع جفند والستريم لايت بتاع ويف لايت، ان في الترانس بي ار كي الاول بيشيل الريفراكتيف بارت، بعد كده يعمل ريموفال اوف ذا ابيثيليوم بروفايل. العكس في الستريم لايت، الستريم لايت الاول بيعمل بي تي كي عشان يشيل الابيثيليوم، بعد كده بيعمل بي ار كي. يمكن عشان الجفند امارس فيه دبل فلوينس فبيقدر يتحكم في الحته دي. ده شكل المايوبيك بي ار كي بروفايل النورمال، وده الترانس بي ار كي لو خدنا بالنا في الشكل ان في سوبر ادد ابيثيليا ريموفال بروفايل على النورمال مايوبيك بروفايل بتاع البي ار كي العادي. كومبيرد للازيك والبي ار كي، ان ميزته ان هو بيشيل ابيثيليوم بالظبط قد التريتمنت زون وان كلين كونديشن، فبالتالي الهيلينج بتاعه بيبقى احسن، وبالتالي بيبقى بيدينا ليس بين بوست اوبراتيف.
ميزته طبعا انه سهل، انت يا دوبك بس بتدوس الدواسة وتخلص العملية، فدي الميزة بتاعته. ما فيش الكهول، ما فيش ابيسيليال هيلينج. ابيليزك مش هتكلم عليه، يمكن علشان خاطر ان بطلت الناس تقريبا تستخدمه، ما اظنش ان في حد لسه بيستخدم ابيليزك دلوقتي. المشاكل بتاعتنا دايما هي الهيز فورميشن. الهيز ده بينتج عن ايه؟ ليه بيحصل هيز في البي ار كي؟ ليه ما بيحصلش في الليزك فور اكزامبل؟ لان اكشولي لما بيحصل الكراتوسايتس اللي موجوده في الكورنيا بتبقى بتتعرض للابيثيليوم، فبالتالي بيحصل لها ابوبتوزز. ابوبتوز ده بيغير الكراتوسايتس دي من هي كلير كراتوسايتس يحولها الى مايوفايبروبلاست فايبروبلاست. الاثنين دول بيسببوا الهيز فورميشن، وبنشوف حالات زي كده. يمكن الحالات دي قلت عشان حاجات كتيره، الثيرمال بروفايلز بتاعت النيو ليزر ماشينز فرقت كتير، الفلاينج سبوتس فرقت كتير، اصبحت ما بتضربش نفس الحته في نفس الوقت، فبالتالي الهيت فورميشن اللي بيسبب الهيز قل. بالاضافه طبعا زي ما اتفقنا المايتومايسين اللي احنا بنستخدمه. المايتومايسين ميزته انه بينهبت الكراتوسايتس اكتيفيتي. في سكيلز كتيره علشان نقدر نشوف الهيز ده درجته قد ايه، برغم ان هم على السليت لامب كنا دايما بنستعمل فانتس سكيل، بس بصراحه هو بيختلف طبعا من واحد لواحد على حسب ما هو شايفه. مع البنتاكام بالذات الهاي ديفينيشن بنتاكام بقينا نقدر شويه ان احنا نشوف الهيز فورميشن على السيرفيس بتاعنا، ونقدر نفولو اب العيانين بحيث ان احنا نشوف بعد ما اديناهم مثلا ستيرويدز او مثلا عملنا بي تي كي وحطينا مايتومايسين، هل الهيز قل ولا ما قلش، عن طريق ان احنا نكومبير الكلام ده في البنتاكام. ده الدليفري سيستم اللي انا بستخدمه اللي هو الكورنيال شيلد سبونج، في منه 8 ملي في منه 9 ملي على حسب الزون اللي انا استخدمتها بحطه. كنت الاول لان انا من الناس اللي استخدموا مايتومايسين بدري قوي، كنت بستخدمه 2 مينتس بس، بعد كده دلوقتي بستخدمه 20 سكندز از انف. في 2 مينتس بصراحه ما حصلليش اي مشاكل، ولكن طبعا كلما قللت الوقت كلما كان ايه افضل. وات اباوت البين؟ البين دايما كانت مشكله، دايما عيانين البي ار كي دول مشكلتهم الرئيسيه البين. في نيتشر في سنه 2005 ظهرت اديتوريال لطيفه قوي، قالوا ان البين موديوليشن ده بيحصل عن طريق الجابا. الجابا دي نيورو ترانسميترز، فبدانا نلاقي ان في ان احنا لو استخدمنا الحاجات الجابا انالوجز زي الليريكا ده اللي موجود في الماركت 75 ملي جرام مرتين في اليوم، في ناس بتبداه يومين قبل العمليه ويومين بعد العمليه، بيفرق كتير قوي في البين فورميشن، في البين سنسيشن عند العيان. طب ايه اخبار الليزك؟ دايما الليزك مشكلته انه متهم انه براند قديم. مشكله الليزك دايما ان الليزك بادئ من التسعينات، في اوائل التسعينات، والنهارده احنا في 2021 ولسه بنقول على العمليه ليزك. الليزك اللي احنا عارفينه او اللي الناس دايما متخيلاه هو المايكروكراتوم ليزك، بيبقى الرينج اتاتشد، نحط الرينج بعد السكشن بنحرك المايكروكراتوم. فاكر مره روبرتو بينيلي وده راجل مشهور في ايطاليا قال لي انا كل مره مايكروكراتوم بس بيعدي شعره في راسي بتبيض، لانه من كتر ما شاف كومبليكيشن بالذات في الايرلي مايكروكراتومز بنبقى خايفين جدا على الفلاب. كلنا اي حد اشتغل ليزك كتير شاف مشاكل من المايكروكراتوم، بالنسبه له دي نايت ميرز اكشلي، بالذات الانتر اوبرات اللي احنا بنتكلم عليها. طيب احنا محتاجين نعمل ريبراندنج، لان فكره الليزك، انا هنا جايب عربيه قديمه وعربيه جديده، دي فارق ما بين الماشينز بتاعه الليزك القديمه والماشينز بتاعه الليزك الجديده. انا ما رضيتش اجيب صور اولد ليزك ماشينز، لان احنا عارفين ان كل واحد ايموشنلي اتاتشد للماشين اللي كان بيستخدمها في بدايات حياته، ولو شافها دلوقتي وبيتقال عليها ان هي وحشه بيزعل. فما بدات ما حطيتش صور للماشينز القديمه بتاعه الليزك. طبعا اللي فرق كبير، زمان كنا بنستخدم برود بيم، دلوقتي بنستخدم فيري تايني بيمز، فلاينج سبوت سريعه، فيها اي تراكر، فيها سايكلوتورشن كنترول، فيها ايريس ريكوجنيشن، فيها ليمبال فيسلز ريكوجنيشن، فبالتالي الاكيرسي فرقت، ولكن ما زال اسمه ليزك لغايه دلوقتي. العيانين كتير يقول لك هعمل ليزك، ده في واحد عمله من زمان ونظره ضعف. طب ما اللي عمله من زمان ده عمله ازاي؟ بماشين شكلها عامل ازاي؟ ده اب تو ان في ناس بتقول ده جدتي عملت ليزر واتعمل بعديها. دي ممكن تكون اصلا عملت مثلا ماكيولار فوتوكواجيليشن، حاجه مالهاش علاقه اصلا، بس الاسم مشابه. ففي ناس كتيرة بتفكر في الريبراندنج. هي مشكلة الريبراندنج ان الاسامي الجديدة كلها كوميرشال قوي، يعني اللي هنقول بقى بدون ذكر اسامي، بس الفكرة ان احنا بنحاول نخلص من ان احنا نقول للعيان انا هعمل لك ليزك. طيب بدأنا ننط نطة كبيرة قوي دراماتيكية اللي هي الفيمتو ليزك. انا عن نفسي يعني بشتغل يا اما فيمتو ليزك يا بي ار كي، نادرا لما بشتغل ليزك عادي في ظروف قليلة قوي. ايه الفكره؟ اول حاجه دايما بنركز عليها لما نبص على ريفراكتيف اوتكم لاي بروسيدير هي السيفتي. اي حد اشتغل بمايكروكراتوم وحصلت له مشكله دايما فاكرها،
طيب هنقول لا ده المايكرو كراتومز الجديدة كويسة وما بيحصلش فيها مشاكل، بس هي الفكرة ان احنا ما عندناش statistics. يعني احنا اي مركز شغال كويس لو جينا سألنا في اخر السنة وقلنا للي شغال اوبتومترست او على الجهاز قلنا له خلال السنة اللي فاتت دي حصل لك كم مشكلة مع الليزك، اكيد هيطلع بحالة او اتنين، حالة او اتنين من كام من 1000، ده برضو نسبة تستحق الاحترام. من 2000 برضو تستحق الاحترام. فاللي قصدي ان احنا لما بنيجي نعمل فيمتو ليزك لا احنا ما بقيناش نشوف مشاكل تقريبا من الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك وانا شغال ببقى مور كونفيدنت، عندي السيفتي بروفايل بتاع العيان سواء انترو اوبراتيف او بوست اوبراتيف، بمعنى ان انا لما باجي اعمل مايكرو كراتوم فور اكزامبل ممكن الفلاب يطلع لي اتكن تيكنس اعلى فده ياثر عليه لونج تيرم اكتيزيا اللي ممكن تحصل، ممكن يطلع لي الفلاب صغير وانا مثلا عايز اعالج هايبروبيا. ياما شفنا عيانين او دكاتره بيكونسلت بيقولوا ده انا عملت العيان هايبروبيا وتاني يوم لقيته هو عمل مايكرو كراتوم فلات كورنيا يعمل سمول فلاب، الليزر ضرب اصلا في الابستيليوم ما ضربش في البيت بتاعي، ولكن انا بالفيمتو سكند ليزك انا البريدكتابيليتي هنا تفرق معايا. انا بقول للجهاز انا عايز 100 مايكرون مثلا 110 مايكرون هيطلع بلس ماينس 10 مايكرون، ده الستاندرد ديفيشن بتاعه، وبالتالي هبقى البريدكتابيليتي بتاعتي كويسه. عايز اوصل ل 9 ملي مثلا فلاب دايمتر، عايز اطلع 9.3 مثلا، فبالتالي اقدر عليك هايبروبيا وانا مطمن اكتر. المورفولوجيكال بقى شيب نفسه بيفرق كتير قوي في الاستابيليتي بتاعه الفلاب. لو بصينا على الاو سي تي اللي فوق ده بتاع الفلاب بتاع الفيمتو ليزك هنلاقي ان هو بلانر ان شيب، بس ده بيبقى لينتيكولر ان شيب شويه بتاع المايكرو كراتوم. فده لما بنرجع الفلاب طبعا الفلاب مور ستيبل وبالتالي بيقلل الاستراي فورميشن ويقلل ديسلوجمنت اوف فلاب ليتر اون. طيب بدأنا نعدل بقى شويه حاجات كمان. احنا الايدج مش بس ممكن نعمله فيرتيكال، ده احنا ممكن نديله انجل. يعني احنا لو خدنا انجل مثلا زي كده الفلاب لما بيجي يدخل جوه البيت بتاعته تاني في الايدجز بيبقى مور ادهرنت، وبالتالي في ناس بتقول ان ده بيحسن البايوميكانكس، نوت بروفن بس ستيل ممكن نقول ان ده الفلاب بيبقى احسن بكتير في الادهرنس بتاعه بوست اوبراتيف. واي حد بعد فيمتو ليزك فكر انه يعمل انهانسمنت وقرر يرفع فلاب فيمتو ليزك فهم ان الموضوع اصعب شويه من ان هو في الفلابس العاديه اللي معموله بالمايكرو كراتوم. طيب الناس بتقول ان ده ممكن يبقى مشكله في الفلاب ليفتنج، تعالوا نشوف الفلاب ليفتنج بتاع الفيمتو ليزك. الفلاب دايما نبقى متخيلين دي بوتنشال سبيس، ما هياش زي المايكرو كراتوم كات كده سهله ان انا اشيلها، بس بعد فتره تعود الواحد بيبقى عارف ان في شويه ريزيستنس مايلد ريزيستنس لما باجي برفع الفلاب، بس ببقى مطمن بعد كده لما اجي ارفع الفلاب ان الفلاب واخد الشكل اللي انا عايزه. وطبعا فكره الدراي بيد دي بتفرق معانا كتير قوي. طيب بدأنا نفكر في أفكار تانية، هي الإليبتيكال فلاب. طب ما أنا ممكن مثلا لو الأبليشن بروفايل بتاعي زي كده أنا ممكن أعمل أوفال فلاب أكشوري، واللونج دايمتر بتاع الفلاب ده يبقى ماشي مع الأبليشن بروفايل بتاعي، ممكن أعمله بالشكل ده، ممكن أعمله إيفن فيرتيكال لو الأبليشن بروفايل بتاعي فيرتيكال. نفس الحكاية ممكن أتلت الفلاب نفسه بحيث يبقى أدجستد، ده بيفرق شوية في الكوركشن بتاع الأستجماتيزم بتاعي. يعني تعالوا نشوف حالة زي كده مثلا، هتاخدوا بالكم ان الفلاب قالت البيت اوفل بالعرض، ده علشان الابليشن بروفايل بتاعنا اصلا كان بالعرض، فبالتالي ليس كات اوف ذا تيشو، وبالتالي الكورنيا دي بالذات بتبقى شويه الكورنيا اللي فيها استجماتيزم دي واخده اليبتيكال شيب، فبالتالي الفلاب لما بيفيت ان بيفيت احسن ما اكون عامله راوندد فلاب. بعد كده فكرنا في فكره الطف بقى كمان، ان احنا ممكن نعمل حاجه اسمها وايد هنج، دي عملتها وقدمتها في الاسكرس اخر اسكرس بقى حضرناه في سان دييجو 2019، ان احنا نعمل اليبتيكال فلاب ونستخدم وايد هنج. شايفين الهنج اللي احنا مستخدمينه هنا قد ايه؟ ده بقى الروتين بتاعي بالمناسبه دلوقتي، سوري هو بس ال طيب لو خدنا بالنا ان الفلاب الهنج لينس بتاعنا هنا مستخدمينه 5.5 ملي، عاده بيبقى 3.6. يعني احنا النهارده لما بنزود الهنج بالشكل ده بيعمل فلاب ستابيليتي احسن بكتير، وفي نفس الوقت بما ان انا عامله فيمتو يعني ويل سنترد الليزر مش هيضرب لي الفلاب هنج. تعالوا نشوف مثلا فيديو زي كده، شايفين الهنج كبير ازاي؟
نفس الحكاية. أنا جايب حالة تعتبر نسبياً صعبة. صعبة ليه؟ هي صعوبتها إن فيها شوية بليدنج هيحصل، فبالتالي هيستغرق وش أكتر. لما بنعمل وش أكتر بنبقى عارفين إن الفلاب بيبقى هيدريتد، فبالتالي إن أنا رجعه تاني في مكانه بيبقى أصعب شوية، أو بالأصح بيبقى فلاب إديمتس شوية فما بيبقاش فيتنج إن. يعني بعد ما عملنا الليزر هنعمل شوية وش، هنرجع الفلاب تاني. لو تاخدوا بالكم ان الفلاب ما فيش اللاترال موفمنت، اللي هي يعني اللاترال موفمنت دي مش هتحصل، وبالتالي استراي هتبقى اقل بسبب ان انا الهنج بتاعي احسن. انا بتخيله دايما كاني بقفل باب، مش ان انا يعني هنج رفيع او صغير. لما باجي اعمل شويه بس ميلكينج للفلاب بنلاقي الفلاب رجع في مكانه، مش هيتحرك لا يمين ولا شمال بسبب الهنج اللي احنا عاملينه. الستادي كانت النتائج فيها كويسه، مش هنخوض فيها بسرعه. بدات استخدم الكلام ده حتى مع الحالات اللي ما فيهاش استجماتيزم، يعني مع الراوندد فلاب مش بس الاليبتيكال فلاب، والنتائج بتاعتها برضو كانت ايه كويسه. طيب هل معنى كده ان الليزك او الفينتو ليزك ملوش كومبليكيشن؟ لا طبعا ليه كومبليكيشن، بس هي برضو ميزته ان الكومبليكيشن بتاعته تعتبر مور اور ليس سيف. يعني بمعنى ايه؟ ان انا مثلا من ضمن الحالات اللي هنعرضها دلوقتي، ودي اكتر حاجه دايما بيبقى الناس خايفه منها، هي فكرة ان انا اول لما ببدأ العيان بيبقى محتاج انه يبقى كوبراتيف معايا اكتر، لان الوقت بتاعه اطول شوية. طبعا برضو مع الادفانس مع الفيمتو ليزك ماشينز او الفيمتو ليزر ماشينز بدأت الموضوع يبقى كويكر عن زمان. زمان كانت بتبقى ابطأ بكتير من كده، دلوقتي بقى الموضوع ياخد 6 ثواني 7 ثواني، ما بقاش ياخد وقت طويل. العيان هنا اتحرك، طيب حصل ساكشن لوس هنا، طب ايه اللي حصل؟ العيان ما حصلوش اي حاجة، اتس كومبليتلي سيف. لو انا سبت العيان ده زي ما هو كده، العيان البيست كوركتد فيجوال اكيتي بتاعته هي هياها زي بري اوبراتيف. ممكن اعمل البروسيدير على طول بعديها، ممكن استنى كام يوم واعملها لو انا مش متاكد، بس هيرجع تاني كاننا ما عملناش حاجه خالص. كلنا نتخيل لو حصل معانا ساكشن لوس مع المايكروكراتوم الوضع بيبقى عامل ازاي. بنلاقي فلاب كده بنقعد نلمه ونحاول نحطه ونحط عليه كونتاكت لينس وندعي بقى، فدي طبعا بيبقى وضع مختلف. ممكن يحصل اير بابل في الانتيريور تشيمبر، دي بالجاس بابلز دي بتسكيب ثرو الشليمز كانال وتوصل للانتيريور تشيمبر. دي لو سبنا العين شويه هتابزورب، لو سبناه لتاني يوم لو هي، بس مشكلتها الوحيد انها بتاثر على الاي تراكر، لكن غير كده ممكن لو هي سمول ما تاثرش على الاي تراكر واقدر اشتغل عادي. ممكن يحصل حاجه اللي بنسميها فيرتيكال جات ثرو بريك ثرو، دي بيتقال عليها ان هي الباتون هول بتاعت المايكرو زي بتاعت المايكروكراتوم، بس الفكره برضو مختلفه انها لو حصلت بيبقى اولا لازم يكون تين فلاب قوي وفي بريفيوس سكار يخرج من خلاله الجاس ده ويعمل لنا زي باتون هول، بس اتس ماتش سيفر ذان الباتون هول اللي احنا عارفينه بمشاكله بالابيسيل انجروس بالفايبروزز بالفيجوال اكسس بروبلمز، لان انا برضو لو سبت العيان ده ما حصلوش اي حاجه خالص. طيب what about the new kid in the block؟ هو مبقاش نيو بقى خلاص، الفيمتو سمايل ده بقى يعني حاجة دلوقتي trusted واتعمل منه حالات كتيرة جدا في العالم. ده فيديو أنا من الناس اللي بتشتغل فيمتو سمايل لو العيان كان بيطالب بيه بشدة، ولو إن أنا دايما بقول للعيانين الريزلتس بالنسبة لي الاتنين زي بعض، يعني النتيجة هي هي. بس طبعا زي ما اتفقنا عشان ريبراندنج بتاع الليزك، في عيان سامع ده النيو جينيريشن وأنا عايز أحسن حاجة، نبدا الاول بان احنا نفرشن الانسيجن، نبتدي نعمل بوكيتس بتاعتنا عشان ناكسس الاسبيكتس بتاعت الانتيكيول بتاعتنا. بنبدا الاول بفوق الفلاب او فوق السوري الانتيكيول ان انا اعمل دايسكشن. بعد ما بعمل دايسكشن بنزل تحت الانتيكيول عشان دايسكت الانتيكيول واطلع الانتيكيول بتاعتي. فكره الفيمتو سمايل ابيلينج جدا علشان خاطر ان احنا تعتبر فلابلس، هي فيها كاب ما فيهاش فلاب. فكرتها ان هي العيان ممكن يتعايش في حياته اسرع، بس هي الريهابيليتيشن تايم اكيد بتاعها اقل شويه من الليزك، يعني بياخد وقت العيان عقبال ما نظر يوصل لنفس الواو افكت بتاع الليزك تاني يوم. دكتور ايمن طبعا مش هيتفق معايا بس مش فاللي قصدي ان احنا بعديها بعد ما بنعمل الفيمتو سمايل بدأنا برضو ان احنا نشوف كومبليكيشن اكيد من الفيمتو سمايل، لان هي مشكله الفيمتو سمايل في الاول ان اتقال ان هي ما لهاش تاثير على البايوميكانكس. بدأنا نشوف مشاكل من موضوع البايوميكانكس ده بالذات لو الجراح بيعمل حالات يعني ما كانش المفروض انها تتعمل، فبالتالي بدأنا نشوف مشاكل متصل. لازم نطمن طبعا الانتيكيول كامله قبل ما نخلص العمليه علشان خاطر ان احنا، ولازم نوش. في ناس ما دازنت ووش، بس فكره المايكرو استراي اللي بدات تحصل في البومه ممبرين ليفل بالذات لو انا عامل كاب قليل، دي بدات تعمل مايكرو ديستورشن بدات تاثر شويه على كواليتي اوف فيجن. بدانا نشوف حالات زي كده
دي برغم ان هي فلابلس وكان المفروض ان هي ما تاثرش على الـ يعني بما ان فيش فلاب ما فيش مشكله. بدانا نشوف حالات اي بي سي للانجروس، دي حاله انا شفتها والمانجمنت بتاعها بصراحه كان صعب. يعني انا بالنسبه لي في اي بي سي للانجروس بعد سمايل، طب نعمل ايه؟ المشكله ان انا لو انا بعمل ليزك انا بالنسبه لي هرفع الفلاب واشيل اي بي سي للانجروس. كان بالنسبه لي لما قعدت اقرا في الحاجات اللي بدات تتنشر على الاي بي سي للانجروس بعديها ان احنا هنحاول نسكراب الابيسيليوم عن طريق نفس الانسيجن بتاعتنا من غير ما نعمل كاب ولا حاجه، تراينج تو ريموف الابيسيليوم انجروس. اي حد اشتغل في حالات ابيسيليال انجروس عارف ان هي ريزيليانت، وان انا حتى لو سبت سيلز هترجع تاني بروليفريت، وبالتالي مش هبقى نجحت قوي في ان انا اوصل لايه نتيجه كويسه. انا استخدمت نفس الاسباتيولا بتاعه الفيمتو سمايل تراينج تو ريموف الابيسيليال انجروس اللي موجود ده، وطلع الشيتس فعلا. انا عارف ان في ناس كتيره من اللي موجودين عندهم خبرات احسن مني في البيسيلا الانجروس بعد السمايل، وريت يفيدونا بعد السيشن يقولوا لي اذا كان المفروض او يتعمل لها، لان العيانه دي طبعا بعد ما يعني غسلنا ونظفنا وعملنا كل الكلام ده ثرو الانسيجن جات لي بعديها بثلاث اشهر زي ما هي. يعني محتاجه اكيد ان انا ارفع فلاب او ان انا اعمل حاجه. ممكن نسال الدكتور مؤمن بقى يقول لنا يفيدنا برده في الموضوع ده. طيب بدات الناس تقول الفيمتو سمايل كان فيه شويه مشاكل، اولا ان ما فيهوش سنتريشن كويس، ما سايكلو تورشن كنترول، ايريس ريجستريشن. بدات شركات تانية تادابت الفكره زي الشفند اتوس الجديد اللي هو بسمارت سايت، مسمينه سمارت سايت مش سمايل، بدا يادرس الكلام ده بحيث ان هو يعمل اوتو سنتريشن ويبدا يظبط السايكلو تورشن كنترول. احنا عارفين السايكلو تورشن كنترول مع الاستجماتيزم مهم جدا، فبدل ما بقى مانوال سنتريشن بقى اوتو سنتريشن او سيمي اوتو سنتريشن في السمارت سايت بتاع الشفند اتوس. ال دي في زي 8 اللي بيسموه البروسيدور كلير عملوا حاجه لطيفه، عملوا اثنين انسيجن، واحده بتوصلك اندر ذا لينتيكيول وواحده ثانيه فوق اللينتيكيول، بحيث ان انت تقدر تدخل على طول من غير ما تعمل بوكيتس. ساعات بتبقى كونفيوجن للناس اللي بادئه جديده انها ما تعرفش توصل احنا فوق اللينتيكيول ولا تحت اللينتيكيول والموضوع يبوظ منهم. فهم عملوا تو انسيجنز وبداوا يسهلوا الموضوع، فبدا يبقى في تطور في الموضوع ده. وزي ما قلنا دايما ان الفلابلس بروسيدير از هير تو ستاي، بس محتاجه ا لوت اوف ايه موديفيكيشن. وانا بقى الدياجنوستكس، الدياجنوستكس احنا حصل تطور في الدياجنوستكس، ودي حاجه مهمه جدا، لان مهما كنت انت جراح شاطر الديسيجن ميكنج قبليها مهم جدا. فبالتالي انت محتاج ان انت ايه تفكر انت هتعمل ايه. البنتاكام ده جهاز شاين فلوج ايمجينج بيقيس الكورنيا، كلنا فاميليار فيه، بقى كومباين مع حاجه اسمها كورفس اس تي اللي هو بيقيس البايوميكانكس اوف ذا كورنيا، لان احنا اكتشفنا الاكتيزيا بصفه عامه بتحصل نتيجه بايوميكانيكال فيلير مش نتيجه شيب فيلير. طيب دايما انا بقول معلومه لازم تبقى في دماغنا، الاكتيزيا سسبتابيليتي حاجه والكراتوكونس حاجه ثانيه. يعني بمعنى ان في عيان ممكن الكورنيا بتاعته كويسه ولكن هو عنده حاجه اسمها اكتيزيا سسبتابيليتي، لو انا ما لمستوش هيفضل كويس قوي جميل ويعيش حياته زي الفل، لكن عملت له كورنيا ريفراكتيف سيرجري ممكن يخش مني في اكتيزيا، فده بنسميه اكتيزيا سسبتابيليتي. يعني فور اكزامبل حاله زي كده بالبنتاكام، ودايما نتخيل ان احنا كان عندنا قبل كده توبوجرافي بس، الكي ريدنج بتاعتها كويسه، الكي ماكس بتاعها كويسه، ايفن الثيكنس بتاعها كويس، ولكن فيها شويه بوستيريو اليفيشن، فيها شويه شيفتنج للباكيمتريك باترن بتاعها. لما جينا عملنا يعني بيلين وريناتو امبروزيو، مايكل بيلين وريناتو امبروزيو عملوا الباد ديسبلاي ده وبداوا يطوروا فيه وبداوا يدخلوا داتا من كل العالم علشان يوصلوا للديز اللي تحت دي. لو خدنا بالنا ان الديز اللي تحت دي هي مش باينه بس هنا، هي يلو، هي 1.98. دي suspicious شويه بالنسبه لنا برغم ان البيلين بارت اللي هنا ده ما فيهوش اي problems. فالعيان ده مثلا بالنسبه لنا فيه اكتيزيا susceptibility يقلقنا، فده لو احنا عملنا له ليسك ممكن يودينا في مشاكل. ناس كتيره ممكن تختلف على فكره على الحاله دي، يعني الحاله دي ممكن تبقى واحد يقول احنا كنا بنشتغل الحالات دي طول عمرنا ما كانتش بيحصل فيها مشاكل، حاله زي كده ايه المشكله بالنسبه لنا؟ ممكن ناس تقول لي طب ما نعمل لها، طب يعني ما نحط عليها، ما نعمل لها مش يعني في ديبيت. هو لاكلي ان الحاله دي محسومه لان العين الثانيه فرانك كراتوكونس، فربنا ريحنا ان احنا نوصل لديسيجن فيها. بس دايما نتخيل افرض العين الثانيه كانت ما وصلتش المرحله دي او ما ادتناش الكلو ده، فبمعنى ان الحاله دي بالنسبه لي لو انا شاكك فيها
بس العين التانية مثلا ما فيهاش مشاكل هقول طب ما نشتغلها، بس هو الجهاز او البارامترز اللي موجودة ما قلقانا. طبعا العين التانية حسمت لنا القصة انها فرانك راتوكونوس، which means ان العين دي اصلا ما كانش يجب انها ايه تتلبس. بيفيدنا برضو البنتا كام في الفولو اب، ناس كتيرة ما بتستخدمش الكمباراتيف مابس دي، حالة كراتوكونوس معمول لها رينجز، لو خدنا بالنا ان بعد ما اتعمل لها رينجز بنقدر نشوف الكمباراتيف ماب بدل ما يجي لي تو مابس واقعد ابص عليهم بالعين المجرده ودي بسكيل ودي بسكيل واقعد ابص عليها، بالنسبه لي اريح بكتير قوي ان انا اشوف الديفرنس ماب اللي موجوده دي وان انا اشوف الفلاتنينج افكت اللي حصل من الرينجز بتاعتي، بحيث ان ده يفيدنا في الفولو اب. الكذا ماب بقى يعني ده عيان انا متابعه مثلا من 2017 بيجي كل 6 اشهر نعمل له بنتا كام بعد كروس لينكينج هنلاقي استابيليتي، بس لازم المابس كلها نقارنها ببعض وتبقى موجوده في وان سنجل ماب مش شويه ورق مع العيان، الجهاز يقدر يعمل لنا سبتراكشن ويورينا ان مفيش اختلاف. بدا بعد كده بيلين عمل حاجه اللي اسمها اي بي سي دي بروجريشن ديسبلاي، ده من الحاجات الكويسه جدا اللي ممكن نستخدمها وموجوده في السوفت وير الجديد بتاع البنتا كام، بنقدر نقارن ما بين الاي ده الانتيريور كيرفتشر والبي الباك كيرفتشر والسي اللي هو الثيكنس بتاعنا كورنيال ثيكنس والدي ده حتى الفيجوال اكيتي، وتحت دلوقتي حتى حطوا كل البارامترز اللي انت عايز تبص عليها، بحيث الورقه دي بالنسبه لي انا بطبعها للعيانين اللي انا بعمل لهم فولو اب. العيانه دي العيان ده عامل في عين كروس لينكينج والعين الثانيه كان عامل كروس لينكينج مع رينجز، فاقدر افولو اب بقى فوق يعني ده من 2017 لغايه 2021 اهو، بحيث ان احنا نقدر نشوف كل ده في ايه في سنجل ديسبلاي يفيدنا. فدي من الحاجات الجديده اللي في البنتا كام اللي موجوده. طيب احنا دلوقتي قلنا البنتا كام جميل وكل حاجه، بس زي ما اتفقنا البنتا كام بيورينا مورفولوجيكال شيب شكل، بس المشكله كلها في البايوميكانكس. كورفس اس تي احنا بنفتخر في المعهد عندنا ان احنا عندنا الكورفس، وده من الحتت القليله قوي اللي فيها، وحاطينه مع بنتا كام جديد، فبالتالي بنقدر نستخدم الاثنين مع بعض، الاثنين يكملوا بعض عشان الدكتور مصطفى قاعد ساحاتم بيضحك. طيب الكورفس اس تي احنا جبناه بقى لنا 3 سنين تقريبا دلوقتي، وشغالين عليه تقريبا كل الحالات اللي بنعملها ريفراكتيف سيرجري لازم نعمل لها سكريننج بكورفس اس تي، بالاضافه لاكثر من 4 رسائل دكتوراه مسجلين عندنا مخصوص عشان الجهاز ده. طيب هو الكورفس بيعمل لنا ايه؟ الكورفس بيقيس لنا لما بنعمل هو كانه اير باف، الاير باف نان كونتاكت طبعا، بيورينا الكورنيا وهي يعني ده شاين فلوك ايمج بيعمل ريل تايم فيجواليزيشن للكورنيا وهي بتابليت وهي بترجع، على حسب بقى الديفيشن اللي بيحصل في الكورنيا دي بيقدر الجهاز يقيس معانا البايوميكانكس بتاعت الكورنيا، هل الكورنيا دي سوفت؟ هل هي الكورنيا دي ستيبل؟ بناء عليه بنقدر نحدد البايوميكانكس. يفيدنا في ايه حاله زي كده مثلا؟ حاله زي كده لو بصينا عليها في البنتا كام هنلاقي فيه شويه انفيريور ستيبلنج، بس برضو بصراحه هي لا معاها انفيريور اليفيشن ولا بوستيريور اليفيشن والثيكنس بروفايل بتاعها مور اور ليس كويس. طيب هل حاله زي كده احنا نجرؤ ان احنا نعمل لها ليزك واحنا شايفين انفيريور ستيبلنج زي كده؟ حاله زي كده كبار ريفراكتيف سيرجنز في مصر نحترمهم قالوا مثلا الحاله دي ما يتعملهاش حاجه خالص، اوعي واي حد يلمسكم. طيب لازم ليها تفسير، ما اشمعنى الحته دي بالذات هي الستيب وبقيه الحتت ما فيهاش حاجه. لما جينا عملنا كورفس اس تي هنا بقى البايوميكانكس بتاعت الكورنيا تفيدنا جدا، ده انذر بيس اوف ذا بازل. احنا بصينا على البارامترز كلها لقيناها كويسه، واهم واحد فيهم يمكن السي بي اي اللي موجود اللي هنا ده على اليمين، السي بي اي ده اللي هو الكورفس بايوميكانيكال اندكس، شايفين ان هو في اليلو زون يعني يعتبر وحتى في اول سوري في الجرين زون وفي اول الجرين زون كمان، فمعناها ان السي بي اي بتاعها كويس. طيب هل انا اقدر اعتمد على السي بي اي بس؟ يعني انا السي بي اي بالنسبه لي از انف؟ لا، احنا بنكومباين دلوقتي ريناتو امبروزيو وفينسنجويرا عملوا الكولابوريتيف ورك ما بينهم ان هم يحطوا البايوميكانكس اللي بتيجي من الكورفس مع البنتا كام بارامترز، بحيث ان احنا نوصل لحاجه اسمها تي بي اي اللي هو توموجرافيك بايوميكانيكال اندكس. حطوا البنتا كام على الكورفس داتا وقدروا يوصلوا لحاجه اسمها تي بي اي، فالتي بي اي هو اهم من البيلن من الباد دي ديسبلاي لوحده واهم من السي بي اي لوحده، فالتي بي اي بتاعنا طلع وزن نورمال. الحاله دي على فكره من ضمن الحاجات اللي احنا بقينا نستخدمها برضو حاجه اسمها ابيثيليال سيكنس ماب، دي بتطلع بالاو سي تي. الحاله دي لو خدتوا بالكم ان فيها انفيريور ابيثيليال هايبربليجيا، فده الاكسبلانيشن بليه الستيبنينج ده كان موجود على الكورنيا الكيرفتشر ماب اللي كانت موجوده دي. فساعات كتيره بنشوف حاله زي كده تبقى نتيجه ليد، نتيجه كونتاكت لينس، نتيجه ان العين ما بيقفلش عينه كويس.
طيب اتعملت ازاي القصه دي؟ هم عملوها بحاجه اسمها راندوم فورست تري، مش بس ان احنا خدنا السي بي اي وحطيناه على الباد دي، لا ده عملوا التري دي فيها 500 ديسيجن تري. ال 500 ديسيجن تري دي عملوا لها سامري علشان يوصلوا في الاخر للديسيجن الاخراني اللي هو التي بي اي بتاعنا. في ابارومترز جديده علشان التريتمنت، في الاي ديزاين، في الجبن بيراميدز، ده بيستخدم نيو تكنيك اللي هو اسمه بيراميدال ويف فرونت، ده غير الهارت كونشاكت تماما. تو تيك هوم مسج، الريفراكتيف سيرجري بروسيدير اند اون جوينج كونستنت ديفلوبمنت اند موديفيكيشن ان اوردر تو ريتش 20 هابي بيشنت. هو ده التارجت بتاعنا، مش ان احنا نوصل بس 2020، اهم حاجه العيان يبقى مبسوط. سينس ان ده من اوائل المؤتمرات الفيزيكال اللي احنا فيها، احب دايما افتكر استاذنا الدكتور صالح شريف واستاذنا الدكتور بشر قناوي اللي فقدناهم خلال السنه دي، ويعني نتمنى لهم جميعا الرحمه، لان دول من اكتر الناس اللي احنا علمونا، وان شاء الله يجعلوه في ميزان حسناتهم. Thank you for your time.